فكرة حلوة كتير. تسلينا. لا كلمة ولا حركة، تعبان وبدي نام. جي؟ عم تسبق علي؟ إنه بحال كنت حاطة شي براسك، شلي. ما في شي براسي. تعبانة أكتر منك، بس هيك حبيت أمزح معك. إيه، الحمد لله. باب؟ شو في بعد؟ بطلت أعجبك مثل قبل، صح؟ بشرفك أمل، تعبان وهلكان، حس معي شوي، بليز. وأنا كمان عليكت أنا وحس معك وأتفهمك وأنطرك لتأسس مستقبلك وتحقق أحلامك. إذا ما عشنا هلأ متى بدنا نعيش؟ لما يصير عمرنا 90 سنة؟ يا صبرك يا أيوب على هالليلة. أمل، شو بدك الليلة؟ شو في؟ أنا يلي لازم أقول هيك مش أنت. شو بتحبي دايما تلعبي دور الضحية؟ أمل، طلع حواليكي، شوف الشقة اللي عايشة فيها والخادمة الموجودة بالمطبخ والسيارة الآخر موديل اللي عم بتسوقيها. يمكن هلأ صحيح أنت عم بتساعديني بالمصروف، بس لو ما أنا عم بشتغل ليل نهار كنت بتعيشي بهالنعيم اللي عايشة فيه؟ بس نحنا كمان مرة ورجال مجوزين عايشين تحت سقف واحد. أي متى آخر مرة تغزلت فيه؟ أي متى آخر مرة أخذتني عشي مطعم تعشينا أنا وياك لوحدنا؟ صارين مثل المكانات، مناكل، منشرب، منشتغل من الصبح لعشية لنعمل مصاري وبس. بتعرف أصحابك بالمستشفى شو بيقولوا عنك؟ بيتمسخروا عليك، بيقولوا عنك أبو ليرة. بتعرفي ليش؟ لأنه كلهم بيغاروا من نجاحي. أنت منك لوحدك الناجح، في كتار مثلك ناجحين بس ما عم يقتلوا حالنا يطلعوا القرش، منهم راكدين ورا المصاري ونسين عيالهم ونسوانهم والناس اللي بحبون. بتعرفي شو؟ يمكن بطلت من الناس اللي بحبون.